اول ماوس جبته كان من 3 سنين تقريبا، كان كورسير سيبر، ولكن بعد فتره لقيته تقيل جدا وصعب ان العب بيه او اشتغل بيه كويس، فدورت على ماوس يكون خفيف وكويس وفي نفس الوقت ما يكونش غالي، لحد ما لقيت ماوس لوجيتك جي 102 بصراحه ممتاز جدا وعجبني، بس بعد فتره حبيت انقل لماوس يكون لاسلكي علشان بدات اتضايق من السلك، وما رحتش بعيد بس لقيت ماوس شبه اللي معايا بس وايرلس، رحت جبته على اساس انه يكون خفيف برضه، بس المشكله انه طلع اتقل، وده لان البطاريه الخارجيه بحجم دبل اي، حتى لما كنت برفع الماوس بلاقيه بيميل لورا، فجربت اوزن الماوس مره ببطاريه ومره من غير، واتصدمت لما عرفت ان وزن البطاريه 23 جرام. جات لي فكره ان اجيب بطاريه تريبل اي وزنه، لقيته 12 جرام بس، وحبيت اجيب كونفرتر للبطاريه من امازون، بس استرخصت وجبت ورق فويل وفضلت اكرمشه لحد ما بقى شبه الكره الصغيره، حطيت البطاريه ومليت الفراغ بالكره الصغيره، وفعلا الماوس وزنه بقى اخف كتير، وبكده حليت المشكله الوحيده للماوس ده.